طيب احنا دلوقتي معانا شويه فاصوليا كده تانيين اهم عشان كل النهارده اليوم الفاصوليا، يعني هنعمل سلطه الفاصوليا بالعسل. بالظبط هنعمل سلطه الفاصوليا. كويس ان انت قلت العسل عشان انا دايما بنسى. هناخد معانا البصل والفلفل الالوان، بصل شرايح كده صغير كده سلايز، وفلفل الالوان بتاعنا، ومعانا فلفل فلفلايه خضراء كده. هناخد معانا عصير ليمونتين. نقدير قدامنا على الشاشة فاصوليا خضراء مسلوقة. هي مسلوقة الفاصوليا؟ مسلوقة الفاصوليا مسلوقة. فاصوليا خضراء مسلوقة وفلفل ألوان وبصل وملح وفلفل أسود وليمون وعسل نحل. بالظبط. تمام. هناخد معانا عصير ليمونتين. هناخد معانا مقدارهم خل. مقدار الليمونتين خل. مقدار الليمونتين بتاعنا خل. هناخد معانا ملح. هناخد معانا شوية ملح شوية فلفل فقط لا غير. هندبل بس البصل شوية بإيدينا كده بقى، هندبله بس مش هنهرسه، هندبله بس. هاتلي هنا الموضوع هنا عشان يشوفوا الألوان دي، عشان الناس برضو اللي بتشتكي من الموضوع. قالوا احنا حطينا الخل والليمون وهنحط العسل وبعدين هنقلب، فاحنا هنعمل بس نوسع المكان كده شويه. بصل وفلفل الوان، ملح وفلفل بصل وفلفل الوان. الفلفل الالوان اوبشن، هو بصل بس، بس انا حاطط الفلفل الاخضر والفلفل الالوان، بنعلي بس القيمه الغذائيه، وفي نفس الوقت عشان برضو الصيام عشان تبقى ليها قيمه وليها معنى يعني. فهناخد معانا الفاصوليا بتاعتنا، فاصوليا مسلوقه. فاصوليا مسلوقه بتاخد 10 دقائق بالظبط في السلق بتاعها. وبعدين نحطها كده ونحط عليها العسل بتاعنا. العسل ده بدل السكر، هو المفروض معلقتين سكر، بس انا هحط العسل هو بيخليها افضل. وبتبقى سلطه من السلطات اللذيذه جدا الموجوده عند المحلات اللي احنا بنروحها بتاعه السندوتشات اللي كده، ودي الأطفال بيحبوها جدا وبيحبوا ياكلوها جدا. ما تستغربوش، هو العسل مش كتير ولا حاجة، هيخش مع الليمون ومع الخل وهيتعادل، وهتبقى مسكرة سنة صغيرة مش معسلة. وبرضو للناس اللي هي بتعمل دايت مش بتستخدم السكر يعني. بالظبط. فإحنا دلوقتي هنعمل كده، إحنا أكلنا كله صحي النهاردة. بالظبط. طب أنا معلش يعني عفوا، أنا ما مش بحب الطريقة دي كده. قلب بالطريقة اللي تعجبك يا شباب عشان نطلع بس حاجة كويسة كده. ندخلها كلها في بعض كده. يعني حتى سلطة الفاصوليا يا جماعة، لما بندخل الخل في الملح في الليمون في العسل بيطلع ريحة، يعني بيبقى ريحتها شهية جدا يعني، والصوص بتاعها ده بيبقى خطير جدا يعني. دي ممكن تتاكل مع الفريك برضه صح؟ دي سلطه بقى خفيفه كده بتتاكل مع اي اكل يعني، وهي بتبقى مع السندوتشات اكتر، لكن احنا بما ان اليوم كله خضار فانا فكرت ان احنا نعمل سلطه كده تبقى مختلفه شويه وليها طعم مختلف شويه، وبتبقى ظريفه خالص. جميل. فاحنا دلوقتي هناخد معانا ال السيرفيس الظريف بتاعها ده كده عشان تتقل. هي كده خلاص يعني، ينفع مع سندوتشات البطاطس مثلا، مع ما ينفعش مع الفول، ولا تبقى ايه دنيتها مع الفول دي؟ هي بتبقى مع كل حاجه على فكره، بتبقى مع كل حاجه. هي يعني هو يعني الصوص ده يا جماعه بيبقى خطر جدا يعني، حلوه قوي ظريفه جدا وفي منتهى الجمال يعني.